السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاية لكم بوصفة، يعني حاجة الكل بيحبها أساسا، البطاطس مقلية بقى، ما طاجن، مش عارفة ايه، الكل بيحبها. بس أنا جايبه لكم النهاردة بطريقة مختلفة جدا، ودي أهم خطوة. نجيب كام بطاطسية كده ونسلقهم بقشرهم صحيين، لأن احنا لما بنقشرهم ونعملهم بتشرب مية. نجيب كده كام بطاطسية نقشرها جامد، نهرسها قصدي جامد، تمام. بس اهم حاجة البطاطس تتسلق بقشرها عشان ما تشربش مية وتفك منك في الزيت. ونهرسها، نهرسها جامد جدا. اهم حاجة اقول لكم تاني واكد عليكم تاني، ما تقطعيش البطاطس تحطيها في المية، بتفك في الزيت لما تيجي تحشيها وتقليها بتفك منك كده. هحط بابريكا، ماشي، وهضيف حبه فلفل اسود وحبه ملح، يعني بس يعني مش محتاجه ان انا احط كتير يعني حاجات، بس حبه ملح صغيره عشان احنا نحشيها جبنه يعني، فعشان ما تبقاش ملحه زياده. بصوا شايفين جامده ازاي، ما فيهاش، مش بتنزل ميه معاكي خالص، مش بتنزل ميه خالص معاكي. وصفه يعني تنفع عشاء، تنفع فطار. بصوا ناخد قطعة قطعة، وهنضيف بقى الجبنة، جايب عندي جبنة موزاريلا وعندي رومي، على حسب رغبتك انتي، شوف انتي عايزة تحشيها ايه بالظبط، تمام. ونحط بقى في الدقيق وفي البيض، وعندي بقى الكريبسي بقى، البيض كبير من العطارة، يعني هو بنعمل منه الفراخ، نعمل منه الناجتس، ما انا بعمل ناجتس في البيت حلو جدا، هعمله معاكم ان شاء الله. اطلعي يلا، بصوا ده بيخليها عليها طبقة مقرمشة كده، زيها زي الفراخ كده، تحس انك بتاكلي فراخ اساسا. بصوا نعمل، نضيف واحدة تاني، نكورها كده، نحط فيها دي، انا احط فيها، بصوا انا يعني الجبنه الرومي مش بتسيح، بس انا بحب طعمها جوه البطاطس. في ناس تبقى زيي وفي ناس لا، كل واحد على حسب رغبته، بس انا بحب طعم الجبنه الرومي في البطاطس، بيبقى طعمها حلو خالص كده. وفي الدقيق والبيض، وبعد كده في الكريبس بتاعنا، في منه سبايسي وفي منه بارد، انا طبعا بارد ما بحبش الحريق انا خالص، وعشان ابني برضو. يلا نغرقها بقى في الكريبس بتاعنا دي كده، ومعاها جبنه بلدي، معاها جبنه قريش، تنفع احلى عشاء، تمام كده. الزيت طبعا سخن وحطينا نقلي فيه، مش هتاخد معانا اصلا يعني، دوبك هتحمر بس. بصوا شايفين، شايفين لونها، بصوا طبعا انا خليت الرومي على جنب والموزاريلا على جنب، الرومي ده ليا، الموزاريلا ده هيبقى لابني ولجوزي، لان دي كده عشوة كده على السريع، حلوة خالص. بصوا بقى، بصوا الحلاوة اللي هتحصل دي، بصوا بصوا بصوا، اوبا اوبا اوبا، شايفين؟ خرابي يا خرابي انا على الحلاوة. جبت انا بقى العيش الفينو الجميل بتاعنا ده، لقيت عندي كاتشب في التلاجة فحطيت، ولو كان عندي خس كنت حطيت خس، واي اي اي خضار، جرجير، اي حاجه. بصوا بس دي جبنتها قليله شويه على قدها ويبقى احلى ساندوتش بالليل وقعب والف هنا وشفا. والقريشه طبعا دي عشقي، العشق لا ينتهي. يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتقابل الفيديو الجاي. شكرا.